ليلتكم سعيدة. كاد الواسع الأيام الحالية حوالين قرارات وزير التعليم الجديد معالي الوزير محمد عبد اللطيف، جدل في مواقع التواصل الاجتماعي، جدل في الشارع، جدل ما بين الناس، وإحنا هنفتح الملف ده النهاردة وهنتكلم عن القرارات دي. بس الحقيقة عشان نتكلم ونعرف ونشوف الجدل ده أوله إيه وآخره إيه، لازم نكون فاهمين هذه القرارات بتفاصيلها بكل محتواها عشان نقدر نناقشها بشكل موضوعي ونبصلها بنظرة موضوعية، لأنه الحقيقة التغيير أمر حتمي لازم إنه يحصل، مش عشان التغيير لكن علشان إحنا محتاجين الأجيال اللي جاية اللي تتخرج للحياة تبقى حاصلة على منظومة تعليمية مختلفة من حيث الشكل والمضمون والجودة وطريقة التدريس. يمكن يكون جزء من الجدل ده سببه أنه سرعة التغيير، يمكن يكون سببه كثرة التغيير، لأنه بقالنا سنوات بيحصل تغييرات مع وزراء متعاقبين، الناس مش عارفة القرارات دي بتكون اتدرست بشكل كافي، طب هتطبق مدة قد إيه، هتتغير تاني إمتى، هيتأقلموا عليها إزاي، وإحنا بطبيعتنا بنخاف من التغيير وبنقلق من التغيير وبنمشي بمبدأ اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، وده بيطمننا. ده غير أن جزء كبير جدا مننا عشان نكون واقعيين بيفكرش في العملية التعليمية قد ما بيفكر في أنه إزاي حصل الدرجات اللي أدخل بيها كلية اللي بيقول بين قوسين حلوة، وده تعبير طبعا ما ينفعش ينطبق على العلم ولا الكليات، لكن ما علينا. التغيير بيحصل في البلاد كتيرة جدا، دولة زي اليابان بتغير التعليم أو منظومة التعليم كل 10 سنين، بس حسب احتياج البلد، حسب احتياج البشرية، حسب احتياج الإنسان بتغير وبتطور علشان تبقى دايما مواكبة. وزي ما قلت حضراتكم التغيير في حد ذاته أمر حتمي. وزير التعليم قرر أنه ياخد مجموعة من القرارات قد تتفق مع بعضها قد تختلف مع بعضها، لكن لازم بشكل يعني برأيي الشخصي أني أحيي جراءة هذا الوزير. هذا الوزير شخص شديد الجراءة في قراراته الجذرية الجراحية، وبانت جراءته دي أول ما بانت في القرار اللي اتخذه في مادة الفيزياء لما خد قرار أنه لازم كل طالب ياخد حقه وتتعاد التصحيح وتتلم النتائج من المدارس وتصلح تاني وترجع تاني المدارس وتأخر التنسيق، مش مهم، المهم أن كل طالب ياخد حقه، وده قرار قوي وشجاع وأصر عليه وتنفذ بالفعل. الوزير جاي من خلفية منظومة تعليمية أو نوع من التعليم قائم على الفهم أكتر من الحفظ، قائم على تجميع المعلومات، قائم على البحث، قائم على الأنشطة وتنمية المهارات، وعايز يطبق ده وبيشتغل على ده في كل المراحل بما فيها الثانوية العامة. يعني المنظومة أو الخلفية اللي جاي منها الوزير، المواد اللي بتدرس في أولى مش لازم تبقى هي اللي بتدرس في تانية، مش لازم تدرس في ثالثة ثانوي، بس الفرق إنه تجميعة الدرجات تراكمية فالطالب بيبقى درس كل ده. لكن برضو في ثانوي ما هو الطالب لازم يعدي أولى ثانوي ينجح عشان يطلع تانية عشان يطلع تالتة، فهو قسم المسألة وخلى شوية من المواد التالتة قلت عددها، يعني بقى يمكن 5 مواد للصف التالت الثانوي، وخلى الطالب في أولى ثانوي وده تفكير جريء جدا يدرس فلسفة ومنطقة ويدرس العلوم المتكاملة اللي هي بعض من الفيزياء والكيمياء والأحياء وتاريخ، وخلى الجغرافيا لتانية ثانوي لأدبي لأنها شاف أنها متخصصة، وعلم النفس لتانية ثانوي أدبي لأنها شاف أنها متخصصة. فكده بقى الطالب بيدرس في أولى ثانوي بعض من الفلسفة والمنطق، بقى عنده معلومة، يعني الطالب عنده القدرة على الاختيار. ودي فكرة أظن أنها فكرة ممكن تكون مفيدة لبناء شخصيات الطلبة دي. عمل حاجة مهمة ليها علاقة بالأنشطة، إنه خلى أنك عندك في كل ترم تختار نشاطين ومادة نجاح وسقوط، مش للمجموع لكن نجاح وسقوط. فتخيل إن ابنك هيختار ما بين الصحافة والإعلام، المسرح، الموسيقى، الرياضة، الكشافة، القراءة والمطالعة، شوف ده ممكن قد إيه هيغير في شخصيته وتنمية مهاراته واكتشاف ذاته وتنمية ذوقه وتنمية طريقة تفكيره، وقد إيه ده ممكن هيخلي المدرسة جاذبة لي. هيقسم الدرجات ما بين الترم الأول والتاني وما بين ما يسمى يعني بامتحانات الشهر، امتحانات أسبوعية، كراسة الواجب، الانضباط والحضور. قد يظن البعض أن دي مسألة صعبة أو أنها ممكن تبقى إجهاد لأولياء الأمور، لكن الحقيقة أنه
مع التعود هتبقى مسألة سهلة جدا إن الطالب بيذاكر شوية بشوية 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 وهيبقى عنده تعليم متراكم يقدر يقدم به مستوى تعليمي جيد لنفسه. نقف هنا عند محطة إنه الرقابة الرقابة الرقابة، نحط 10 خطوط علشان الموضوعية والحيادية في تقييمات المدرسين والمدارس. عايز يلاقي حلول لما يخص تكدس الفصول والعدد أيام الدراسة ومين يدرس الصبح ومين يدرس بعد الظهر، بيحاول يلاقي حلول جذرية. الحقيقة أنه مهم جنب الحلول دي بقى أن احنا كمان نلاقي حل للمعلم والتطويره والقدراته المادية كمان الدخل اللي بيجيله والتدريبه علشان ندرس بشكل مختلف، ونلاقي حل كمان لحلحلة المواد نفسها وإنها إزاي تكون جاذبة وإنها إزاي تكون متطورة ونغير فيها علشان يبقى التغيير كامل. يمكن الجدل اللي حصل على قرارات الوزير مرتبط شوية إنه تزامنت مع بعض أو مع تصريحات خرجت إعلامية تبدو إنها غير موفقة أو يمكن تبدو إنها ساذجة أو فيها شيء من السطحية حوالين جدوى دراسة بعض المواد. يعني ليه ندرس لغات؟ ليه أدرس الأدب بتاع اللغة دي ولا المسرح بتاعها؟ ليه أدرس فلسفة ولا منطق ولا علم نفس ولا جغرافيا ولا تاريخ ولا جيولوجيا؟ هعمل بالحاجات دي إيه؟ ودي إلى حد ما رؤية سطحية شوية، لأنه في النهاية العلوم الإنسانية هي العلوم اللي كونت من بداية الحضارة الفكر والأخلاق والضمير، والفلسفة والمنطق هم اللي بيعلموا الإنسان التفكير القادر على الاستدلال والاستقراء وربط الأشياء ببعضها، هم اللي بيكونوا الفكر، هم اللي بيكونوا الشخصية، هم اللي بيكونوا الرؤية. ما ينفعش في ظرفية زي اللي احنا فيها نقول إيه أهمية دراسة التاريخ ولا إيه أهمية دراسة الجغرافيا، ولا إنه حيالله هيبقى مدرس، لأنه مدرس في دول تانية بيعامل معاملة مختلفة، بيبقى يمكن أعلى أجر وأعلى احترام، لأنه كل ما كان بيدرس لسن أصغر كل ما كان ده أكتر. ولا اني اتكلم عن العلوم الاساسيه بشكل اللي انا كانها تكاد تكون الاساس، عارف لما تحفر في الارض عشان تحط الاساس عشان تعمل العماره عشان تطلع العماره بعد كده زي ما تطلع. هي مش هستطرد في ده يعني هكلم حضراتكم فيه في صوره وتعليق بشكل مفصل عشان ما نخرجش عن ملف تغييرات اللي بيعملها الوزير. هنناقش الملف ده النهارده، لكن بناشد الوزير انه مناشدة زي ما بيدرسوا القيم والأخلاق وقبول الآخر في ابتدائي، ياريت معالي الوزير تفكر في تدريس علم الجمال في ثانوي حتى لو كانت مادة مش مضافة للمجموع، لأنها بالتأكيد هتغير كتير جدا في طريقة تفكير أولادنا فيما بعد. هنفتح الملف ده النهاردة، هيكون معنا دكتور محمد عبد العزيز أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، دكتورة صابرين الحملي عضو ائتلاف أولياء أمور مصر، طبعا بعد فقرتنا الإخبارية. هبدأ الأخبار مع حضراتكم بأخبار رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اللي ألقى كلمة مسجلة خلال افتتاح المؤتمر الكشف العلمي 43 اللي أقيم بقصر القبة الرئاسي برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حضر الافتتاح وزير الشباب والرياضة ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ومنتسبي الحركة الكشفية المصرية والعالمية. وقد أعرب مدبولي في كلمته عن الفخر بدور الكشافة المصرية وتفاعلها مع الحركة الكشفية العالمية العربية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على الدفع بالكشافة المصرية إلى الأمام بتوفير كل الدعم المطلوب لها. خلونا مع حضراتكم نشوف جانب من كلمة رئيس الوزراء في هذا الأمر ونرجع نستكمل. السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في مصر في افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي 43 تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر وإعطائه الرعاية الرئاسية والدعم الشامل من الحكومة المصرية هو دليل على الاعتراف بإيماننا بدور الكشافة في بناء الإنسان، كما يعكس التزامنا الراسخ بتفعيل دور الشباب في التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة. إن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة، وتتطلب هذه التغيرات منا كحكومات البحث في كل آلية ممكنة لدفع الشباب للأمام وتزويدهم بمهارات القرن 21 ومواكبة الركب التكنولوجي السريع، وفي الوقت ذاته بناء القيم الإنسانية والاستثمار في الطاقات الشبابية المبدعة. معنا على الهاتف دكتور أحمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية. مساء الخير يا دكتور.
مساء الخير يا فندم على حضرتك والساده مشاهدي قناه ميسات. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا بصدد طبعا الكلام عن المؤتمر الكشفي العالمي اللي كان بدا اليوم، فخلينا في البدايه، ولان حضرتك كنت حاضر هذا المؤتمر، خلينا في البدايه نلقي الضوء كده للناس. طبعا معظم الناس عارفه ما هي الكشافه ودورها في تنشئه النشء على القدره على الخدمه وخدمه الوطن والانسانيه، بس نلقي الضوء على ايه الكشافه وايه اهميتها وايه اهدافها. في البداية بالأمس كانت الاحتفالية عالمية بكل ما تحويه الكلمة، لأنها جاءت بمشاركة حوالي 2000 مشارك من كافة معظم دول العالم، وبمشاركة وفود عربية وهيئات دولية أممية. جاءت كلمة الكشافة لتشرح للجميع أن دور الكشافة العالمي هو التطوع من أجل السلام ومن أجل البناء ومن أجل التنمية في كل المجالات وفي كافة المجتمعات، والتنشئة الشبابية التي ينشأ عليها أفراد الكشافة تدعم عملية التربية الصحيحة، وهو ما ظهر خلال الشباب المتطوعين للكشافة الذين كانوا يبذلون أقصى جهد لهم لخروج المؤتمر في افتتاحه وفي خلال الأيام الحالية حتى نهاية المؤتمر من يوم 23. ستكون هناك فعاليات أخرى تقوم بها عدد كبير من المتطوعين على تأسيس فكرة الكشافة والعمل التطوعي وإرساء سبل التطوع وعملية التنمية بين الشباب وبين تبادل الثقافات بينه وبين. دكتور أحمد، الحقيقة أن المؤتمر مستمر لسبعة أيام، بتشارك فيه تقريبا 173 دولة، عدد المشاركين زي ما حضرتك تفضلت وقلت كبير، ومفترض المؤتمر هيحصل فيه تغييرات ربما في اللوائح الخاصة، هو أكبر يعني مؤتمر على مستوى العالم. خلينا نتكلم عن زي ما حضرتك قلت الاحتفالية قد إيه كانت حاجة يعني عالمية، عن استضافة مصر لهذا المؤتمر وعن حرص مصر على أن تستضيف هذه الدورة من هذا المؤتمر. جاءت كلمات الوفود الرسمية المشاركة على رأسها السيدة أمينة محمد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والتي ألقت كلمتها وقدمت الشكر لمصر لإعادة استضافة المؤتمر بعد توقفه لمدة أكثر من حوالي 6 سنوات نظرا لبعض الأحداث الدولية والتي كانت تمنع إقامة هذا المؤتمر، مثل أحداث كورونا أو الأحداث الإقليمية المتوترة دوليا، والتي جعلت من هذا المؤتمر استعادته من خلال مصر جاءت فرصة جيدة لإقرار تحقيق هذا الحلم الذي كان منشودا. تأكيد معالي الوزير دكتور أشرف صبحي بأن من قاموا على تجهيز هذا المؤتمر ومجموعة كبيرة من الشباب قدموا عملا يعتبر عملا تاريخيا لهم، بأنهم كانوا يعني يسهرون طيلة الأيام السابقة وطيلة الشهور والسنوات الماضية لتحقيق هذا الحلم. هذا الحلم الذي أدى إلى أن خرجت هذا الفعالية بإشادة دولية كبيرة جدا، وتحقيق آمال الكثير من الشباب حول العالم لتجمعهم مرة أخرى. وكما ذكرت حضرتك سيتم تعديل الكثير من اللوائح والقوانين من خلال هذا المؤتمر، وإدخال عدد كبير من الأنشطة التي تسعى الكشافة لإدخالها لهدف تنمية قدرات الشبابية حول العالم والتبادل الثقافي فيما بينهم. الحقيقة مهم أن شبابنا يعني من خلال هذه المؤتمرات بيحتك بشباب مختلف دول العالم، بيحتك بثقافات، وطبيعة الكشافة بتعلم الشاب كتير، يعني بتعلمه انه دائم التفكير في حلول، بتعلمه الاعتماد على النفس، بتعلمه عدم الاستسلام، بتعلمه خدمة الآخرين. يعني كثير من الأمور اللي يقال عليها إنها مثالية الكشافة بتعلمها لولادها. مع هذا الاحتكاك ما بين الشباب المصري والشباب العالمي، كيف ترى تداعيات هذا على شبابنا اللي موجود يعني في هذا المؤتمر؟ طبعا هاخد من كلام حضرتك وهستدعي من كلمة دولة سيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حينما تحدث على أن مصر التي سعت إلى التنمية
ورؤية مصر 2030 والإجراءات التي تقوم بها مصر من بهدف دمج الشباب ضمن أدوات القيادة، جميعها إجراءات سيتم طرحها خلال المؤتمر وتبادل الخبرات والثقافات ما بين مصر والشباب ال 173 دولة المشاركين في المؤتمر. أكثر من 2000 شاب هيتم ما بينهم وما بين بعض حالة من حالات العصف الذهني وتبادل الثقافات والخبرات افتقدناها منذ مؤتمرات الشباب ومنتدى الشباب العالم. هذه المؤتمرات التي كان يسعى شباب العالم للقدوم إلى مصر لتحقيق أحلامهم في التعامل مع الآخرين وتبادل واكتساب الخبرات وتبادل الثقافات. كما ذكرنا عملية تنمية وبناء الإنسان المصري أصبحت اليوم هي نموذج يتم الاقتداء به عالميا، وأن مصر قدمت هذا النموذج للعالم كله من خلال شبابها المبدع الذي يتطور كل يوم يبدأ وينطلق في إطار دافع عملية السلام ورسالة السلام والتي أطلقت بالأمس من خلال مؤتمر الكشف العالمي رقم 43 من قلب قصر القبة المصري. أصبحت رسالة سلام من مصر إلى العالم تدعو إلى التنمية والبناء بعيدا عن آلة الحرب التي تحيط بنا من كل اتجاه. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور أحمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية على كل ما تفضلت به وعلى وجود حضرتك معنا. هنروح لخبر يهم الناس كلها. وزير التعليم العالي بيعلن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. الوزير أيمن عاشور عقد اليوم مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أعلن خلاله الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. خلال المؤتمر أعلن أيضا الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد للشعبتين الأدبية والعلمية، وأشار إلى أن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ 23 أغسطس الجاري وتنتهي السبت 24 أغسطس، وأن الحد الأدنى للشعبة العلمية 64.63%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 56.9%. معانا على الهاتف أستاذ أيمن صقر مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في شؤون التعليم. مساء الخير يا أستاذ أيمن. مساء الخير، أهلا بحضرتك. خلينا نلقي الضوء على المرحلة الأولى من التنسيق، أبرز التفاصيل المرحلة الأولى من التنسيق وإلى أي مدى جت متفقة مع ما كان يطرح أنه غالبا هيكون هي دي نتاج المرحلة الأولى من التنسيق، وهل حصل أي اختلاف أو فرق في التنسيق مع وجود الدرجتين الطالع ونازل الخاصين بمادة الفيزياء؟ هو بالفعل طبعا اليوم دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد انتهاء المعامل من توزيع الدرجات على الكليات وحسب عدد الطلاب في كل كلية. طبعا كان هناك المؤشرات كانت زيادة عن العام الماضي، اختلفت من 2-3% خاصة في كليات القمة. يعني الكليات زادت 3% أو 2% عن السنة اللي فاتت. عن السنة اللي فاتت تمام. ده أسبابه يعني ترجع لعد أسباب. أول شيء إن نسبة النجاح أو نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع من 85-95% زادت عن العام الماضي 6%. طبعا هذا ارتفاع نسبة كبيرة بالنسبة لعدد الطلاب، حضرتك بتتكلم على 720 ألف طالب في الثانوية العامة في الشعبتين العلمية والأدبية. أثر على هذا الموضوع طبعا درجتين بالنسبة للفيزياء، هناك 3000 طالب تم إضافتهم إلى المرحلة الأولى بعد زيادة درجتين في الفيزياء لبعض الطلاب وليس كل الطلاب طبعا. كان العدد 3000، ده برضو ساهم في ارتفاع النسبة نسبيا، ولكن هذا العام عدد كليات خاصة القمة لها عدد معينة تطلبها كل عام. هذا العام لم يتم التغيير في عدد الطلاب، يعني على سبيل المثال كلية الطب البشري عدد طلابها خلال العام الماضية تتراوح بين 12-13 ألف طالب. مع طبعا زيادة المجاميع زادت النسبة في القبول في كلية الطب البشري، وطبعا وهذا طبق على باقي الكليات كالأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة بالنسبة لعلم الرياضة والشعب الأدبية. أيضا كان هناك ارتفاع قليل في نسبة المئوية للقبول بالجامعات. عدد من تشملهم المرحلة الثانية وعدد الكليات المتاحة
في المرحلة الثانية بمجامعها إذا تفضلت حضرتك أو إذا كان عندك معلومة في هذا الأمر؟ عدد طلاب المرحلة الثانية 353 ألف طالب وطالبة. طبعا كما حضرتك ذكرتي أن النسبة بالنسبة للأدبي 56.9% والعلمي 64.63%. طبعا بالنسبة للشعبة العلمية هناك عدد كبير يعني تم لو تصل إلى حوالي 1417 كلية ومعهدا في الشعبة العلمية علم علوم الرياضة، وخصوصا أن علم علوم هناك كلية الطب البيطري وكلية التمريض البيطري والتمريض والعلوم أظن في المرحلة هناك أماكن بالفعل لكلية الطب البيطري والذكاء الاصطناعي والحاسبات، خاصة أن هناك طلاب الشعب العلمية علوم رياضة متوفر لهم الذكاء الاصطناعي والتمريض أيضا. بالنسبة للشعب الأدبية هناك 374 كلية ومعهدا للشعب الأدبية. بالنسبة للشعب الأدبية طبعا تجارة انتساب أدب انتساب هو انتساب، وأظن أثار ما زال فيها أثار هناك برضو بعض الكليات، ولكن معظم الكليات القمة كما يقول عليها منذ سنوات هي التي شارت جميع الطلاب المرحلة الأولى. الحقيقة أنا يعني بدعو حضرتك بما أن حضرتك متخصص في شؤون التعليم ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أن احنا نتشارك جميعا في التخلص من تعبير كليات القمة علّه يعني يساعد أولادنا وبناتنا فيما بعد أنه طريقة تفكيرهم في اختيار الكليات تكون يعني بشكل مختلف. بالفعل طبعا انا مع حضرتك الكلام دوت. العام الماضي كان هناك اقبال كبير جدا على كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات. هذه الكليات حتى في المرحله الثانيه لن يلحق بهذه الكليات في المرحله الثانيه الا ان هو كانوا على مشارف المرحله الاولى، لان عدد قليل الباقي في الكليات على مستوى الجامعات الحكوميه كلها. هناك اقبال كبير جدا جدا طبعا على هذه الكليات. هذا هو المستقبل، يعني مستقبل مصر في هذه الكليات. وكما نعلم لو ربطناها بالتعليم قبل الجامعي، يعني ما اعلنه وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني عن ادخال ماده البرمجه في صفوف الثانويه استعدادا لوظائف المستقبل او كليات المستقبل مع التخصصات الكثيره والنادره التي قامت عليها الدوله خلال الفترة الماضية وإدخالها في الكليات الحكومية. طبعا هناك تختلف النظرة تماما بالنسبة لكليات القمة. كليات القمة بعد ذلك هتكون الحاسبات والذكاء الاصطناعي. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ أيمن صقر مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في شؤون التعليم. والحقيقة أنا كنت كل اللي بقصده أن إحنا كوسائل إعلام نتعامل مع المفردات اللي أصبحت يعني من سنين بنتعامل بها بما انها يعني متغيرة وبما اننا شايفين انها مش في مصلحة الطالب ولا في مصلحة العلم ان احنا نتخلص من هذه المفردات. وربنا يوفق كل الطلبة كل اللي في المرحلة الثانية ان شاء الله يلاقي شغفه واهتمامه، وطلبة المرحلة الثالثة برضو يلاقوا شغفهم واهتمامهم، وكل اللي عنده حلم يسعى لتحقيقه، وكل اللي ما قدرش يحقق حلمه يعرف يعدل مساره ويشوف حلمه ويشوف ربنا كاتب له ايه، لانه دايما هيكون ده هو الافضل بالنسبة له. طيب خلونا نروح للست نجاح. الست نجاح عندها 70 سنة دخلت مستشفى علشان تعمل عملية تغيير مفصل، وابنها معاها والعملية نجحت والمفصل اتركب وزي الفل، وطلبوا منها تعمل شوية أشعة علشان نطمن عليها قبل ما تخرج. ابنها راح يركبها الأسانسير، قالوا له الأسانسير عطلان. رجع بعد شوية بالترولي طبعا، يعني بعد شوية قالوا له الأسانسير اتصلح فركبها الأسانسير. الترولي لما دخل الأسانسير اتحرك عمل لها كسر في العنق ونزيف وتوفت. الحقيقة ده مش عايز أقول طبعا لا سلسلة ولا مسلسل، لأن أنا مش عايز أتكلم في هو ده حصل في مستشفى ولا حصل في، بتكلم في الفكرة بشكل عام، فكرة قيامك بعملك بضمير، فكرة الاستسهال في إنك تعمل شغلك، فكرة إن أنت تبقى بتشتغل وخلاص على قد فلوسهم، بشتغل من غير ما أعمل مجهود، ما بتأكدش ان شغلي اتعمل كما ينبغي، مش فارق معايا ان اي شغل بعمله اعمله كما ينبغي. منظومة الضمير في اداء العمل محتاج اعادة نظر
يعني كل واحد مع نفسه يعيد النظر في ده. احنا وصلنا لمرحلة ان اللي بيعمل شكره على اكمل وجه الناس بتبقى فرحانة بيه وبتشكره، مع انه مفترض بنقول لا شكر على واجب، هو المفروض يتشكر لما يعمل ما فوق شغله او الازيد من شغله. لكن دلوقتي اللي عنده ضمير بيتشكر، واللي عنده امانة بيتشكر، واللي بيخلص شغله بيتشكر، واللي بيلاقي فلوس بيتشكر. مشكورين طبعا، بس اقصد انه احنا من كتر الاهمال ومن كتر الفساد ومن كتر غياب الضمير بقينا بنشوف ان اللي بيعمل حاجة فيها ضمير ده كتر خيره. طبعا ده اهمال جسيم، وطبعا ده حد موظف ما شافش شغله، ما فيش حد تابعه وما إلى ذلك. الحقيقة وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار قرر إعفاء مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة من منصبه وتكليف وكيل المديرية بتيسير أعمال مدير المديرية مؤقتا. القرار جاء في ضوء تقرير قدمه نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة عن ملابسات حادث وفاة مريضة خلال نقلها بمصعد مستشفى شبرمنت المركزي. شمل القرار اتخاذ ما يلزم نحو المساءلة التأديبية لجميع المقصرين في أداء واجباتهم ووظائفهم، وذلك في ضوء نتائج تحقيقات النيابة العامة. كما كلف وزير إدارة الحوكمة بالوزارة بمراجعة كل عقود الصيانة للمصاعد والأجهزة الحيوية بجميع المحافظات وعرض تقريرها عليه خلال الأسبوع. مش عارفة، هو لازم دايما تحصل حوادث عشان نراجع عقود الصيانة، أو عشان نتابع مولدات الكهرباء، أو عشان نطمن إن ما تحصلش مشكلة. لازم تحصل مشكلة. معنا أستاذ محمد العبساوي الصحفي المتخصص في ملف الحوادث. خلينا نعرف. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. نعرف من حضرتك التطورات الخاصة بعد إقالة مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، تطور التحقيقات إذا كان في تحقيقات، تطور الأمر، هل هيكون في عقوبة أيضا جنائية، يعني الوضع. هو بالفعل جهات التحقيق حاليا بتحقق في الموضوع، وفي كذا شخص وكذا متهم في القضية وبيتحقق معهم حاليا، والمتسبب في الحادث هيتعاقب يعني وهيتحاسب أكيد. هو المتسبب في الحادث هو اللي عمل الصيانة ولا عمل الأسانسير اللي ما تابعش وراه ولا المسؤولية على الكل يا فندم، المسؤولية على الكل، لأن دي حالة كانت بتعمل عملية خرجت من غرفة العمليات بتوجيهات من الدكتور اللي عمل العملية، كان المفروض يبقى معاها لحظة بلحظة، ما يسيبهاش لابنها لوحده وهو اللي بيروح يعمل الأشعة والتحاليل. كان المفروض يبقى معاها أو معاهم مساعدة حتى على الأقل، تبقى معاهم لحظة بلحظة. الست فضلت في طرقة المستشفى أكتر من ساعة مستنية الأسانسير يشتغل. ولما الأسانسير اشتغل العامل اللي موجود المفروض يعني هو واثق من ان الاسانسير خلاص بقى بحاله جيده ويقدر انه يشتغل وينقل فيه حالات او مرضى، طلب منهم انهم يدخلوا الاسانسير، اثناء دخولها الاسانسير اتحرك وقطع. طب هل في اي يعني ناخد من حضرتك المستجدات فيما يخص المستجدات الحاليه؟ ان في تحقيق مستمر حتى الآن، ما فيش أي قرارات غير قرار الدكتور خالد عبد الغفار بإعفاء مدير الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة من منصبه، ده القرار اللي اتخذ حاليا في الموضوع ده، ولكن لسه ما فيش أي قرارات. تصريح الدفن الخاص بالسيدة طلع ويعني أهلها وزويها استلموها وتم دفنها، ربنا يرحمها ضحية الإهمال الجسيم يا رب. احنا هنتابع أكيد مع حضرتك حالة صدور أي قرارات أو أي نتائج للتحقيقات علشان الناس تبقى عارفة أنه حق المواطن بيرجع له. بشكر حضرتك أستاذ محمد العبساوي الصحفي المتخصص في ملف الحوادث. هستأذن حضراتكم في فاصل قصير ونرجع نستكمل أخبارنا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ونستكمل ونروح لوزير العمل محمد جبران اللي أعلن بدء الإجراءات التنفيذية لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ
للعاملين الذين تتعرض شركتهم لبعض التحديات من 600 ل 1500 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمل أن الصندوق مستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة بدفع إعانات أجور لهم، وذلك تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس بتقديم الرعاية والحماية إلى العمال جنود العمل والإنتاج. نروح أيضا لوزارة الثقافة اللي بتفتتح معرض أول معرض لفنانة من ذوي الهمم تلتحق بكلية الفنون. وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو افتتح المعرض الأول للفنانة مريم وجيه، دي أول فنانة من ذوي الهمم تلتحق بكلية الفنون. المعرض مقام بدار الأوبرا وبيحمل اسم مريم وبيضم 55 لوحة متنوعة ما بين بورتريهات ومناظر طبيعية وفن تجريدي، نتاج 5 سنين من عمل الفنانة بعد دراستها الحرة للفنون. قبل الافتتاح وجه الوزير إلى عرض بعض أعمال الفنانة مريم وجيه بمبنى وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة في خطوة تستهدف تعزيز حضور الفنانين من ذوي الهمم في المشهد الثقافي. نروح مع حضراتكم نشوف التقرير الخاص بهذا الأمر ونرجع نستكمل. أنا والدة مريم. مريم من ذوي القدرات الخاصة، فنانة تشكيلية بدأت موهبتها من وهي صغيرة في التلوين الأول، واتنمت الموهبة الحمد لله إيماناً بالدكاترة. دخلت أول مسابقة الملتقى أولادنا للفنون وحصلت على درع الملتقى على مستوى 36 دولة أوروبية وعربية، ومنها دخلت في كلية فنون جميلة. وكان في الوقت ده عميد الكلية دكتور أحمد هانو وزير الثقافة حاليا. طبعا مريم احتضنوها جدا في كلية فنون جميلة، كانوا مؤمنين جدا بموهبتها. مريم درست 4 أقسام داخل الكلية: جرافيك ونحت وجداري وتصوير زيتي. وده كان حلمي ان هو مريم تدرس أكاديمي عشان نقدر ننمي الموهبة بتاعتها بطريقة صحيحة. مريم كان الحلم الأولاني إن هي تخش كلية فنون جميلة. الحلم الثاني إن هي كان يكون ليها معرض باسمها. طيب هروح مع حضراتكم لصورة وتعليق. واحدة من أجمل المدن في مصر، أو خلينا نقول ونكون واقعين من أجمل المدن في العالم، اللي فيها أجمل المعالم السياحية، اللي فيها أحلى الشواطئ المتنوعة في العالم، اللي فيها محمية رأس محمد ووادي الوشواش، واللي فيها راس شيطان اللي بيقولوا عليها راس شيطان، اللي بيجي لها السياح من كل حتة في العالم، اللي فيها أجمل الشعب المرجانية الملونة، والأهم من كل ده إنها كيلومتر مربع من أغلى ما يكون على قلب الوطن، طابة. طابة من أجمل المدن زي ما بقول لحضراتكم، والدفع فيها كتير، دفع فيها مجهود كبير، الدفع جزئيا كجزء من كل في سيناء مجهود ودم كتير، ودفع في طابة مجهود 7 سنوات من التفاوض والتحكيم الدولي، مجهود كبير اتعمل في طابة. هتقولوا لي ليه طابة دلوقتي واحنا النهاردة مش 19 مارس؟ يعني هي طبعا نحتفي بيها في كل وقت، لكن الحقيقة الاحتفاء مش بطابة. لكن الحقيقة حب أكلم حضراتكم عن الناس اللي بسببها رجعت لنا طابة، عن اللجنة اللي مكونة من 25 عالم وخبير وأستاذ في مجالاتهم، في منهم 9 قانونيين، 8 عسكريين، 5 دبلوماسيين، ودكتور في التاريخ ودكتور في الجغرافيا، عملوا مجهود على مدار 7 سنين
كان في مرافعه استمرت 3 أسابيع وقرار او قرار التحكيم طلع في 230 صفحه. مش هقدر اذكر 25 لكن هقول منهم مثلا دكتور نبيل العربي المفاوض الدبلوماسي الفذ اللي اجهد الاسرائيليين جدا جدا في التفاوض، اللي كان امين عام جامعه الدول العربيه وكان وزير خارجيه لمصر. اذكر منهم السفير عبد الحليم بدوي اللي لعب دور كبير جدا وكان سفير مصر الدائم على فكره فتره من فترات في الامم المتحده. هذكر منهم دكتور حامد سلطان استاذ القانون الدولي، عميد اساتذه القانون الدولي في الشرق الاوسط كله. هذكر منهم دكتور مفيد شهاب اللي كان رئيس جامعه القاهره وزير التعليم العالي وزير المجالس النيابيه. هذكر منهم دكتور وحيد رأفت استاذ القانون الدولي. هذكر منهم دكتور يونان لبيب رزق الفقيه التاريخ اللي بيقولوا عليه المؤرخ شيخ المؤرخين استاذ التاريخ اللي كان له دور كبير جدا في كتير من الملفات الوطنيه من اهمها طابة. هذكر طبعا دكتور عصمت عبد المجيد اللي كان رئيس هذه اللجنه، دكتور عصمت عبد المجيد اللي كان ايضا مندوب مصر في الامم المتحده ووزير الخارجيه لمصر في فتره من الفترات. دي اسماء هذكر منهم مثلا البطل كمال حسن علي مدير سلاح المدرعات اثناء حرب اكتوبر، والبطل عبد الفتاح محسن احد ابطال معركه 68 في دير البلح في فلسطين، وكان رئيس يعني كان مشارك في الحرب. كل دول جزء من كل من 25 عضو مش هقدر اتكلم عنهم كلهم. طبعا رجعت لينا بفضل علم هؤلاء. عايز احط 5-6 خطوط تحت كلمة علم هؤلاء. قدروا يجمعوا اكتر من 29 خريطة مختلفة الاشكال والاحجام من مختلف المصادر، من الارشيف المصري، من الارشيف البريطاني، من الارشيف التركي. الخريطة بتاعت 1906 لما مصر حصلت على الحكم الذاتي وهي تحت مظلة الإمبراطورية العثمانية اللي فيها طابة، وثائق تاريخية في حين أن إسرائيل ما جمعتش أكتر من 6 خرائط، خرائط من إسرائيل نفسها جابتها مصر، وثائق تاريخية، صور، معلومات من أرشيف يعني من أكتر من أرشيف تاريخية قديمة جدا جدا. كل ده اتجمع مع قدرة فائقة على التفاوض، مع قدرة فائقة في القانون علشان نصل في النهاية إنها طابة تعود. بقول ده علشان السؤال بتاع إيه الفايدة من دراسة العلوم الإنسانية؟ زي ما قلت حضراتكم في المقدمة، العلوم الإنسانية هي من أول الحضارة، هي أساس الأخلاق والفكر والضمير، هي اللي علمتنا ده، هي اللي كونت فينا ده. ما أقدرش أقول دلوقتي هو إيه فايدة إني أدرس جغرافيا في الظروف اللي إحنا فيها، لازم أعرف كل ما يخص جغرافية بلدي ومواردها وأماكن مواردها وجغرافية العالم ومواردها وأماكن مواردها والصراع على إيه وعشان إيه. مينفعش في الظروف اللي إحنا فيها ما أعرفش تاريخي ومين كان ليه مصلحة في إيه وبتتجدد مصلحته في إيه عشان أعرف مستقبلي. ما أعرفش في الظروف ده، في الظروف اللي إحنا فيها دي يا ريت الطلبة يدرسوا جغرافيا سياسية. ما ينفعش في الظروف اللي إحنا فيها نقول إيه أهمية إني أدرس قانون، أو إيه أهمية إني أدرس فلسفة ومنطق وعلم نفس، والعلم النفس اللي بيخليك تعرف دواخل النفس الإنسانية وتعرف تتعامل، فلسفة والمنطق اللي بيعلموك الاستدلال والاستقراء والقدرة على الربط بين الأشياء والتفكير الممنهج. لأنه في النهاية التفكير السطحي بتاع هعمل بيها إيه، هعمل بيها إني أبني نفسي وإني أكون بني آدم عندي شخصية ذات ملامح. إحنا مش آلات، مش هينفع نعمل الحاجة الوحيدة الصغيرة اللي بنتعلمها وبنفهم فيها وإحنا آلات، لأنه لو جه وقت ما عرفناش نعملها مش عارف نعمل حاجة تانية. ولأنه إحنا بني أدمين بنتعايش وأعمالنا بتتداخل مع بعض ومصالحنا بتتداخل مع بعض، فما ينفعش. محدش طلب إنه الطالب في ثانوي وابتدائي وإعدادي يدرس كل التاريخ وكل الجغرافيا وكل الفلسفة وكل، لكن دراسة جزء من كل تبني الشخصية، وده اللي لازم يحصل، ده التغيير اللي لازم يحصل عشان لما يدخل الجامعة يدرس الكل اللي هو نفسه فيه، بس يبقى عارف هو بيعمل ايه. عشان كده بقول لحضراتكم هي عاملة زي العلوم الإنسانية، زي ما تكون بتحفر في الأرض عشان تحط الأساسات عشان تبني العمارة، تحط بقى الحديد والأسمنت والطوب وتطلع العمارة. العمارة دي بقى تطلع
دكتور، تطلع مهندس، تطلع مدرس، تطلع فنان، تطلع زي ما تطلع، بس عمارة مبنية على أساس مش مخوخة أي هزة تخليها تقع. ما ينفعش نقول إيه الفايدة من دراسة حاجات كتيرة جدا. فعش مثلا نقول إيه الفايدة من دراسة لغات في زمن ونقول شهرين وممكن ناخدها، وفي زمن وفي أحداث حوالينا المترجم اللي بيترجم خبر لو في معنى ملتبس أو استخدم صياغة غير ممكن تؤدي لحروب. في حاجات كتيرة ما ينفعش، ما ينفعش كمان حتى نضطر ندلل على أهمية ده، أو أهمية إن الإنسان يكون عنده رؤية وفكر وشخصية ووعي بما يجمعه من علوم في فترة الدولة ما بتتكلمش فيها برئيس الدولة غير عن الوعي ومنظومة الوعي وبناء وعي الإنسان. ما ينفعش نقول إيه الفايدة. طب أنا قدمت لحضراتكم فايدة صغيرة جدا من دراسة بعض العلوم، لكنها بالنسبة لمصر هي من أهم ما حصلت عليه مصر، وهي استعادة طابة. ما ينفعش أبدا نقول هو إيه الفايدة. فاصل قصير وهنكون فاتحين ملف القرارات الجديدة لوزير التعليم. برحب بحضراتكم مرة تانية وأهلا بكم في فقرتنا الحوارية اللي هنفتح فيها ملف القرارات الجديدة اللي أصدرها وزير التعليم. وبيسعدنا يكون في ضيافتنا النهاردة، هبدأ بدكتورة صابرين الحملي عضو ائتلاف أولياء أمور مصر، ودكتور محمد عبد العزيز أستاذ العلوم والتربية جامعة عين شمس. مصر مشرفينا، أهلا بحضراتكم. أهلا بحضرتك. خلينا نبدأ دكتور كده في الأول، إحنا هنتكلم عن القرارات يعني بعضها تفصيليا، لكن في المجمل رؤيتك كده لهذه القرارات، أو شفتها إزاي، قريتها إزاي، هل هذه القرارات خدت وقتها الكافي في الدراسة، هل ردود الأفعال عليها أو طريقة تنفيذها أو الآلية اللي هتم تنفيذ بيها ممكن تصل بالقرارات دي إنها تحقق الهدف بتاعها؟ خلينا ناخد بشكل عام الأول فكرة عامة عندها. تمام. هو في البداية بس عايزين نوضح إن القرارات دي يعني بتنصب تحت عنوان تغيير في آليات التعليم وليس تطوير تعليم، عشان بس تبقى الأمور واضحة. لسه التطوير ده تطوير مناهج، ده قصة تانية بقى خالص، تطوير مناهج وكل حاجة يعني. فهو هنا بيغير الآليات عشان يحقق هدفين وفق التحليل اللي أنا شايفه. الهدف الأولاني أنا عايز أقلل شوية من الضغط على أولياء الأمور بالنسبة لدروس خصوصية، وإحنا النهاردة بنعاني كلنا من أزمة اقتصادية، فهو عايز يخف الضغط ده، وده عشان كده كان رد فعل الرأي العام كان مبسوطين. دي أول نقطة. النقطة الثانية، هو عايز بقدر الإمكان يعمل جذب للأولاد عشان يرجعوا مدارسهم بالظبط، وبناء عليه هو خف بعض المقررات، فبالتالي هو ده الهدف الرئيسي اللي كان بينصب عليه القرارات دي. مسألة بقى ان احنا نناقش هو ليه عمل كده وكل مادة عمل فيها، دي قصة تانية نبقى نناقش. لا هناخدها بتفصيل في بعض، لكن هو ده في المجمل العام. لكن في المجمل دي رؤية حضرتك في المجمل العام. في المجمل العام هي القرارات دي اتخذت عشان الهدفين دول، ان انا اخف على ولي الامر، اخف على الطالب، اديله فرصة انه يذاكر اكتر، وفي نفس الوقت احاول ارجعه مرة تانية للمدرسة بتوفير عدد من الساعات الدراسية، عشان تعرف النهاردة في أزمة، إن أولاً في عندنا أزمة مدرسين، مفيش إحنا طبعاً. يعني محتاجين وأزمة مدارس، ده إحنا محتاجين 500,000 مدرس، ومحتاجين مباني، محتاجين مباني، محتاجين فصول، إحنا عندنا عجز 250,000 فصل. هو مش بس كمان عشان توفير الوقت، هو كمان عشان الطالب يبقى عنده مساحة ياخد أنشطة، وده ملف هنتكلم فيه دلوقتي. دي قصة تانية بقى. لا ده موضوع مهم جدا يعني. بالظبط. دكتورة صابرين، خليني أناقش مع حضرتك كولية أمر سرعة التغيير اللي حصل ده، واحنا بقالنا كام سنه عماله تحصل تغييرات. احنا كاهالي بيبقى عندنا احيانا تخوف من انه هو كل شويه في تغيير. صحيح. احنا مش عارفين نأقلم نفسنا على حاجه، هنعرف نأقلم نفسنا على ده. بس نكون امنا برضو شويه، احنا من الناس اللي تعودنا على ان اللي نعرفه احسن ما نعرفوش، ونحبش حد يغير كتير، وعايزين نلم شويه الدرجات عشان العيال تنجح. انت شايفه ده، شايفه التغييرات دي تحليلك ليها قد ايه مفيده بالنسبه لك كولية امر، وقد ايه خايفه من بعض ما فيها؟
أولا أنا بشكر حضرتك لفتح ملف زي كده. هو مفيش بيت في مصر دلوقتي بيتابع قرارات الوزير أو هو قلقان من قرارات الوزير. هو احنا دلوقتي في مؤيد ومعارض، وعايز أقولك الاتنين قلقانين، سواء المؤيد سواء المعارض الاتنين قلقانين من التتبعات ده. أنا أول ما شفت القرارات طبعا كولية أمر فرحت جدا، من 10 مواد لست مواد، وفي تانية ثانوي من 8 مواد ل ست مواد، وهكذا الثالثه ثانوي من خمس مواد، من سبع مواد لخمس مواد. الموضوع في شكله حلو، وطبعا انا لا اخفي عليك سرا هو بيشيل عبء كبير جدا من على ولي الامر كدروس خصوصيه وككتب خارجيه، وكمان بيساعد الطالب في الوقت مضغوط في الوقت بيديله فرصه خمسه غير يذاكر سبعه. ايوه بيديله فرصه ان هو يعمل انشطه تانية، او بيديله فرصه ان ينزل المدرسه، بيجذبه كمان في وقت ينزل المدرسة، بيحقق له هدف القرار التاني اللي هو 60% حضور في المدرسة. لأن لو كان اداني قرار 60% حضور في المدرسة وما عملش الجذب اللي معمول ما كانش حد عايز. بس بعض التحفظات بقى، يعني سيادتك حطيت لي قرار بدمج الساينس. أنا كولية أمر أولى ثانوي أو أولياء الأمور بيتساءلوا هل الساينس لما اندمج في حاجة اسمها العلوم المتكاملة، هل هي فيها الثلاث مواد البايو والكيمستري والفيزيكس، هل هي ضمة ده؟ لأن هو شرح ده، أو يعني تم شرح ده من يعني من زي ما بيقولوا الإعلام بتاع الوزارة، أنه هيبقى موجود كيمياء وفيزياء وأحياء، وحيدرس الجزء بتاع الكيمياء مدرس كيمياء والجزء بتاع الأحياء مدرس إيه حضرتك؟ أحياء، هيقلل بقى المناهج. يعني ما انا كنت سبت الماده زي ما هي وقللت الوحدات. لا، انها لما تبقى كلها مع بعضها هتبقى بدرجه محدده، بمعنى انه هو ما لهوش ثلاث مواد، هو عنده ماده واحده درجاتها متفاوته بثلاث مدرسين بس درجاتها متفاوته. بمعنى ايه درجاتها متفاوته؟ بمعنى انه اجيب مثلا في العلوم 10 لكن مش هجيب في الفيزياء 3 وفي الكيمياء 5. يعني فاهمه قصدي؟ هو حسب ما انا فهمت. طيب يعني هم ثلاث مدرسين، مدرس كيمستري هيدخل، مدرس فيزيكس، كيمستري وفيزيكس وبايو. هل الكتاب اتعمل؟ لا لسه طبعا. طيب ما انا سؤالي دلوقتي الوزاره، يعني حضرتك جاي قبل المدرسه خلاص على الاعتاب، فاضل اسابيع والمدرسه تدخل. انا دلوقتي مش عارفه هشتري الكتاب، هل الوزاره مستعده ان هي تحط على الموقع؟ احنا متعودين طبعا كل سنه في تدريبات على الموقع الوزاره، تدريبات والكتب الالكترونيه، هل ده هيبقى متاح للطلبه؟ هو طبعا ده سؤال مشروع عشان نفكر فيه، وفي نفس الوقت وارد ان تكون نفس الكتب وتتشال ابواب منها ويتقال انها هندرس بيها. الحاجه الثانيه اللي انا كنت متمنيه وانا بسمع القرارات بتاعه الوزير، ان هو يلغي نظام البابل شيت، لان احنا لو مسكنا اساس المشكله هي نظام الامتحانات مش المواد. خلينا نوصل لنظام الامتحانات بس نناقش القرارات الاول، وهنوصل لنظام الامتحانات ونظام البابل شيت. أوكي. لان هو القصه لأن مش بس البابل شيت، لا ده شكاوي او ليه ابناء. يعني حضرتك في مداخله معانا كنت طالبه ان الاسئله المقاليه ترجع بشكل طبعًا. اكبر. طب خلينا نتساجل في ده بس. أوكي. بعد ما نوصل لنقطه تانية. دكتور خليني اقف مع حضرتك عند، احنا اتكلمنا عن دمج المواد لو حضرتك. لا دي لازم اوضحها عشان هي مش واضحه. طبعا دي لازم تتضح الاول للمشاهدين عشان المساله دي فيها لبس والوزاره ما عبرتش عنها بشكل مظبوط. اولا اللي قال عليه الوزير علوم متكامله، دي مش علوم متكامله، دي اول حاجه بس لازم نعرفها. يعني حتى المسمى لابد، انا يعني بوجه الكلام ده لوزاره التربيه والتعليم، لا غير المسمى لو سمحت عشان ما يبقاش الكلام اللي بتقوله مدلوله مختلف. دي نمرة واحد، هي دي مش علوم متكامله. علوم متكامله ده موضوع كبير مش داعي نتكلم فيه، لكن دي اسمها علوم مدمجة. أوكي. في فرق بين الاتنين. علوم مدمجة دي معمول بيها في النظم البريطانية، علوم متكاملة معمول فيها النظم البريطانية أمريكية كذا دولة بتعمل هذا الكلام. العلوم المدمجة بيعمل ايه عشان برضو أوضح الصورة دكتورة صابرين وللمشاهدين؟ هو النهاردة أنا هدفي كوزارة زي ما قلت حضرتك في الأول، هو عايز يخفض عدد الساعات الدراسية بشكل معين بحيث ما يخلش بالمعايير، وفي نفس الوقت أوفر وقت عشان أقدر أوفر فصول. فلذلك بدل ما يبقى عندي ثلاث مقررات كيمياء وفيزياء وأحياء اللي المفروض اسمها بيولوجي بقى، يعني نفسي حتى الوزارة تغير المسمى ده. طبعا لأن هذا المسمى خطأ. طبعا وهتبقى حضرتك اسمه بيولوجي.
فهو هيضم الكيمياء والفيزياء والبيولوجي مع بعض في كتاب واحد. لو هو ضمهم في كتاب واحد وقال كده دي علوم مدمجة يبقى كلام غلط مش صح. أمال هيعمل إيه بقى عشان تتضح الصورة؟ المفروض أنا النهاردة هديك مثال بسيط جدا عشان برضو الجمهور، لأن في مشكلة في النقطة دي. زي ما حضرتك قلتي، اللي هيخش يدرس الكيمياء مدرس الكيمياء، الفيزياء مدرس الفيزياء، البيولوجي مدرس البيولوجي. هفترض بس عشان نبقى فاهمين الموضوع، أنا بحط موضوعات topics في الكتاب، الموضوع اللي هنقش في الفيزياء يخدم على الكيمياء، يخدم على البيولوجي، بحيث إن أنا لما أجي امتحن الطالب أنا مش همتحنه في ورقة واحدة عشان برضو الدنيا تبقى واضحة. أنا همتحنه ورقة كيمياء، ورقة فيزياء، ورقة بيولوجي، أو إن أنا ممكن أعمل ورقة واحدة بس متقسمة سيكشنز، الكيمياء لوحدها، فيزياء لوحدها، بيولوجي لوحده، بس أحط سؤال، السؤال ده يشوف مهارات الطالب هل قدر فعلا يربط ما بين الثلاث مقررات ولا لا. وده أمر مهم، نقطة كويسة جدا. هقول لحضرتك حاجة، ده أمر مهم ممكن الأهالي تقلق منه لأنه هيقلل درجات. خلينا نتفق إن ما زلنا إحنا في المنتاليتي، في طريقة التفكير بتاعة الدرجات، مش هو اتعلم إيه. لكن دي مهارة هتخليه هو فيما بعد في الدراسة الجامعية يبقى شخص مختلف. طيب عشان ما نقفش في ملف الدمج ده كتير، هرجع لحضرتك في ده، بس خلينا نقف عند بعض التغييرات المهمة اللي من ضمنها مثلا كنت بقول في مقدمة الحلقة إن الوزير جاي من خلفية منظومة تعليمية بتتعامل في منطق الفهم مش الحفظ، في منطق المهارات، وفي منطق انه كل سنة دراسية بيدرس مادة ممكن مدرسهاش في السنة اللي جاية، مش معناها انه مدرسهاش سنوي مرحلة على بعضها. يعني في المنظومة الامريكية بيدرسوا في 11 الكيمياء ما بيدرسهاش في 12، خلاص خلصت الكيمياء. ففكرة التعامل مع المواد انه الفلسفة والمنطق تبقى في اولى ثانوي، فالطالب بتاع علمي يدرس فلسفة ومنطق، ما يتحرمش من انه يكون عنده هذا الوعي والفكر، وتاريخ والجغرافيا بقى تروح بقى لبتوع ادبي وعلم النفس. التوزيعة دي الى اي مدى ممكن تسهل على الطالب وتسهل على ولي الامر وتخلق طالب برضو عنده قدرة على الفرز والتمييز والتفكير؟ اتفضل يا دكتور. بص حضرتك، احنا لازم نكون موقنين ان المرحلة الثانوية دي مش مرحلة تخصص، دي بالزبط. مرحلة اعداد للتعليم الجامعي بالظبط، وبالتالي في معايير دولية بتقول لي الطالب ده عشان يقدر يبقى باس من المرحلة دي محتاج عدد معين من الساعات الدراسية في كذا وكذا وكذا، وهو ده الأساس اللي اتعمل عليه التوزيعة دي. يعني هو الوزير حتى لما أعلن قال يا جماعة ده مش رأيي، ده أنا اجتمعت مع المجلس الأعلى التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. ليه؟ عشان يقول لي إيه متطلبات الطالب اللي هيخش الجامعة، هو متطلباته إيه. عشان كده هو حدد خمس مقررات فقط في الثانوية العامة، لغة أجنبية أولى والكلام اللي إحنا قلنا عليه. لما جه بقى أخذ قرار اللغة الفرنسية أو اللغة التانية هو ما شالهاش، هو خلاها خارج المجموعة. لا ده موضوع محتاج فهي يعني انا بس عشان بوضح اصل هي الموضوع ماكج كله على بعضه. لا موضوع اللغة التانية ده حضرتك شايفة انه مناسب ليكي فكرة ان اللغة التانية تبقى مش في المجموعة، في اهالي فرحانة وشايفة ان عبء وتشال، وفي اهالي بتقول لا كانت بتلم درجات، لكن ما شفتش اهالي بتقول لا احنا محتاجين ان اللغة التانية دي تتطور وتنمو وتبقى، معلش الطلبة بيتعاملوا معاها لانها اي حاجة بيذاكروها خلاص، بس ما فيش طالب فعليا بيتكلم اللغه الثانيه او عنده فوكابولري. في ولاد شاطره فيها وبتتمنى ان هي تطور بس نفسها، مش لدرجه ان يتكلم اللغه دي. مش كان الافضل ان تتطور مناهج اللغه وتبقى لغه قادرين على اننا نتكلم بيها؟ ما ده اللي انا بقوله. هي يعني انا يعني فوجئت ان سياده الوزير خلاها خارج المجموع، واي طالب بيعامل الماده الخارج المجموع بيذاكرها قبل الامتحان باسبوع، ده كتير، فبتبقى مهمله جدا. فاحنا كده اهملنا ماده، والماده دي مهمه، اللغه الثانيه دي فرنش الماني ايطالي، هي مش فرنش بس، انا عندي ثلاث مواد واحنا بلد سياحي ومعتمد. ان هو بيقول انه ده يدينا فرصه ان اللغه الاولى تدرس بشكل جيد، وده برضو محتاج ان مناهج اللغه الاولى تتغير ومدرس اللغه الاولى يتطور. فكان بدل من الغائها ما كانش تطورها انها تطورها. انا هقول لحضرتك تاني، بنرجع تاني بنقول هو دلوقتي انا قدام مشكله، انا عايز اوفر عدد من الساعات وعايز اوفر فصول. معلش مش على حساب الطالب. لا ما هو عدد الساعات مش هو الهدف الاول، انا بطلع جيل مهمش. لا اسمعوني بس حضرتك، هو وجهه نظر الوزير تحدد في حاجه محدده، قال انه علميا الطالب يقدر يذاكر لغه واحده بشكل جيد. هنتكلم علم ولا نتكلم عواطف؟ هنتكلم علم. هنتكلم علم بمعنى انا النهارده كاستاذ جامعي المفترض ان الطالب اللي جاي لي الجامعه
في لازم يكون في حاجة اسمها بري ريكويست، يعني لازم يكون الطالب ده متجهز في مقررات معينة عشان أبدأ معاه بيها. بالظبط. كويس؟ طيب تعالي ندور على اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية أولى ولا اللغة الفرنسية أو اللغة الأسبانية أو الإيطالية whatever؟ ماشي، اللغة الإنجليزية أولى لأن جامعات كتيرة بتدرس باللغة الإنجليزية. بس كده، مش بس كده، ده دي لغة العلم. أوكي. بالإضافة إن اللغة الإنجليزية دي أنا لو نزلت أي دولة في العالم ومش عارف لغتها أنا ممكن أتكلم إنجليزي هتفاعل. فأنا دلوقتي قدام مأزق، أنا عايز أخف على ولي الأمر، تاني بقول الهدف الأساسي، وعايز أوفر فصول وعايز أوفر معلمين، فأنا بالتالي قلت خلاص أنا ههتم بلغة واحدة فقط، اللغة التانية أنا ما هملتهاش، أنا خليتها كلغة موجودة بيدرسها وكل حاجة ولكن خارج المجموع عشان أحقق نفس الهدف. ما احنا دايما حضرتك لما باجي أعمل خطة أو إجراءات على أرض الواقع بناء على هدف أنا عايزه، الهدف اللي اتعمل هو إيه؟ هدفه زي ما قلت حضرتك أنا عايز أخف على ولي الأمر وفي نفس الوقت أوفر ساعات دراسية عشان أقدر أخلي الطالب يرجع المدرسة يبقى في مكان يقعد فيه. هي دي وجهة نظر تحترم، بس في وجهة نظر الخاصة بأن اللغة كانت تتطور زي ما تتطور. لا لا ما تتحملش تطوير الكلية، تطوير اللغة حضرتك قصة تانية بقى، لأن دي تغيير منهج. وبعدين المدارس الحكومي ما فيهاش اللغة التانية خالص. هو حضرتك هو تغيير محتوى منهجي خالص، تغيير لغة كمان من آداب تطوير اللغة قصة تانية. عشان بس ما نخلطش دي بدي، أنا مش بدافع الوزارة على فكرة، لا طبعا. يعني أنا بتكلم، لا لا أنا هنا بقى بعمل موقف انه لما حضرتك تقول رايي انا اقول عكسه، ولما الدكتوره تقول رايي انا اقول عكسه عشان الناس تشوف الحوار. دوري كاستاذ جامعه انا لازم اتكلم في اطار المعايير وفي اطار العلم بيقول. وبحرك انا النهارده كلغه اجنبيه تانية كلغه فرنسيه او كلغه اسبانيه ايا كانت اللغه، مع كامل احترامي ليها طبعا هي مطلوبه، ولكن مين الاولى ان انا اهتم بيه؟ اللغه الانجليزيه كلغه اولى. طيب مساله التطوير اللغه دي قصه تانية، دي بقى محتاجه تغيير محتوى ومعايير وموضوع كبير، وهو مش ده الهدف منه. احنا دلوقتي في مرحله حضرتك بتتكلمي، قلتي امر مهم جدا، بتتكلمي عن انه المدارس الحكومه مش تاخدها لكن المدارس اللغات بتاخدها. وده عنصريه. ليه عامل فجوه ما بين المدارس؟ ليه عامل فجوه؟ هي مش عنصرية، هي مش عنصرية. عملتي فجوة في أكتر من يعني اللي بيودي ولاده الحكومة دول مش قادر، ما عندوش المقدرة إنه يودي خاص. أنا دلوقتي بقول له لو أنت ما معكش ابنك مش هتعلم اللغة التانية، كأني بقولها له كده. دي نقطة برضو تدرس أو تأخذ في الاعتبار. وجهة نظر حضرتك وجهة نظر الدكتورة. طب خلونا برضو نروح لملف تاني، أصلها ملفات كتيرة. في ملفين مهمين لازم أتكلم فيهم، الأنشطة اللي أصبحت بدرجات علشان الطالب يختار نشاطين من الأنشطة، وده معمول بيه في المدارس الأمريكية يعني، وإنها مادة نجاح وسقوط، صح مش مضافة للمجموع لكن نجاح وسقوط، وبيختار من حاجات ممتعة جدا. قد إيه ده في أهالي بتقول أنا مش عايزة أضيع وقت، وفي أهالي بتقول قد إيه ده هيبني ويغير يعني يطلع يبدع ويخلق شخصية ويبقى جاذب للمدرسة، رأي حضرتك؟ هو أنا بس عايزة أقول لحضرتك على حاجة. طب سيادة الوزير لما قال قرارات هو ما قالناش آلية تنفيذها، يعني ما فيش آلية للتنفيذ ده. فحضرتك دلوقتي سؤال حضرتك بتقولي الأنشطة، ما أنا لسه، أنت حضرتك بتاخدي رأيي في حاجة أنا مش عارفة مردودها إيه، أنا معرفش مردودها إيه على طول. لازم مع بعض نعدي فكرة ما هي لسه جديد. أنا ما يعني لسه موضوع الأنشطة بالدرجات لسه جديد، بس كفكرة لا فكرة طبعا مقبولة. أنا مش معاه بالدرجات، لا طبعا، ما هي نجاح وسقوط لكن مش مجموعة. ليه يعمل يعني في ماده اسمها الاي سي تي والمهارات برضو بمجموع؟ طب حضرتك شلتي من على الثانويه العامه مواد، طب انت ليه حطيتها في الابتدائي؟ هو الطالب بيختار. انا برضو بناقش حضرتك على اني يعني بس عشان المشاهدين يبقوا معانا، لما حضرتك بتقولي فكره انا بقول الرد عليها، لما الدكتور بيقول فكره انا بقول رد عليها عشان الناس انا مش معناها تكون داخله هي في لو مش بدرجه. طب هو الطالب بيختار، يعني اللي موهوب في الموسيقى هيبقى وهو مش طالب اكتر من ان هي لو من 20 يجيب ماده النجاح. في مدارس ما فيهاش اصلا موسيقى، ما هو ده اجبار للمدارس ان يبقى فيها، فاهمه قصدي؟ وفي مدرس مؤهل للموسيقى حضرتك؟ يعني هل في اليه ده اللي انا بقوله بقى في اول السؤال، ما هم كده ممكن بقوله في اول السؤال، هل في اليه لتطبيق ده مع حضرتك انه لازم يكون في اليه منطقيه لتطبيق ده؟ طب راي حضرتك ايه في مساله الانشطه؟ خلينا نفصل بين نقطتين. نقطه هل الانشطه اساسيه ولا مش اساسيه؟ لا دي اساسيه. النقطه التانيه الاهم، هل في امكانيه على ارض الواقع ان انا هنفذ الكلام ده ولا مش هنفذه؟ لسبب النهارده لازم يكون انا كوزاره التربيه والتعليم انا عندي حاجه اسمها الداتابيز، قواعد بيانات. طب النهارده انا قبل ما اخد قرار الانشطه، هل عندك مدرسين انشطه بالعدد الكافي ان انت هتنفذ هذا الكلام؟ لان في امر خطير. لو انا جيت قلت النهارده انا هعمل انشطه داخل المدرسه، ده كلام جميل لان في المدارس الخاصه موجود الكلام ده.
يعني مش عايزين نقيس المدرسة الخاصة بالحكومة طبعًا. الوضع صحيح. مختلف طبعًا. صحيح. بإضافة إن أنا هل عندي ملاعب؟ هل عندي حجرات موسيقى؟ هل عندي في أدوات موسيقية؟ هل عندي معلم متدرب؟ هل عندي في منهج محدد؟ لا أنا بتكلم من ناحية دي. هل عندي منهج محدد؟ يعني بتكلم أنا لما أخد إجراء أو أخد قرار لازم يكون على أرض الواقع أعرف تحدياتي شكلها إيه. يمكن المرحلة الجاية يكون متوفر في مدرس ألعاب، في مدرس PE في المدارس، في مدرس موسيقى، الصحافة والإعلام ممكن مدرس اللغة العربية يبقى مسؤول عنهم، والمكتبة كذلك. فبالتالي نتمنى ده، خلينا نتمنى واقع. خلينا نتكلم واقع. انا بتكلم، بص حضرتك، انا بتكلم ومشهد المدرسه قدامي. طبعا يعني حضرتك شايف مدارسنا الحكوميه اللي بالزبط. في القرى والنجوع والكفور بالظبط كده بالتأكيد. اعداد الطلبه قد ايه؟ يعني انا ده في مدارس بتلاقي فيه مدرس تربيه رياضيه واحد على 1000 تلميذ. فالنهارده لما اجي اقول له انت مطالب انك انت الاولاد دول يعملوا نشاط رياضي كويس او حتى نصهم نشاط رياضي وتقيمهم، هتتحول العمليه الى مساله روتين ورك بقى، ادي درجات وخلاص ونجح صحيح. الاولاد، او هحول المقرر ده الى مقرر اخر. يبقى ده امر محتاج ان الوزاره تقول لنا كده، هضيع وقت وهضيع مجهود والمواد نفسها، المنهج اللي هيتم تدريسه يعني. طيب امر تاني برضو ابدا بحضرتك برضو، لانه ده يخص اولياء الامور والتخوف اللي عند اولياء الامور، والحقيقه الامر ده معمول بيه في مدارس دوليه. تمام. انه ترم وترم وامتحانات شهر وامتحانات أسبوع وكراسة واجب وحضور وانضباط والدرجات بتتوزع. ده الطالب في المدارس الدولية اعتاد على انه ده شكل حياته، بيذاكر شوية صغيرين شوية صغيرين شوية صغيرين، بيكملوا وبيوصلوا للنهاية وبيعمل مجهود طول اليوم، فالعلم في دماغه طول الوقت والمسألة بتبقى بالنسبة له ما فيهاش تحدي. بس التقييمات بتكون مختلفة. هل أولياء الأمور عندهم إحساس انه ده أمر ممكن يكون مجهد بالنسبة لهم، ولا الأكتر عندهم تخوف من الآلية والموضوعية والحياد بتاع المدرس والدروس الخصوصية اللي ممكن تتفتح باب جديد وأعمال السنة اللي نزلت كمان هتدي دلوقتي المدرس السلطة إن هو يتحكم في الطالب؟ هل ده حله برقابة؟ طبعاً ده لازم الرقابة على المدرس. أولاً بيراقب المدرس بيشرح إزاي في الكلاس، وبيراقب المدرس يعني لازم يراقب القرارات اللي نزلها. في قرار راقب بدون رقابه مش هيحصل اي حاجه. راي حضرتك في هذا الامر؟ والله انا بحييك على السؤال ده. ليه؟ لان دلوقتي احنا مساله اعمال السنه والمتابعه دي شيء لا خلاف عليه. يعني برضو نفصل بين جزئيتين، جزئيه المفروض الواقع كويس، يعني المفروض بيتم، والواقع اللي موجود. اولا مساله ان انا اتابع اداء التلميذ واعمل اعمال سنه واعمل امتحانات اسبوعيه، كل الكلام ده جميل جدا جدا، لكن على ارض الواقع انا هصطدم بمشكله. عندي في كثافه طلابيه كبيره، في كثافه، لا بصرف النظر على الشفافيه عشان برضو ما حدش يتهمنا ان احنا بنتهم حد بال لا احنا بنتكلم على الوضع. هل فعلا المدرس هيقدر مع 80 طالب او 70 او 60 حتى لو هو وصل للكثافه دي، هل هيقدر يتابع 60 تلميذ اسبوعيا؟ دي مسألة يعني أنا أشك فيها في ضوء الكلام ده. أنا لازم بتابعهم في السنتر على فكرة، بتابع 10-15 ضعف في السنتر. يعني ما هو المفروض حضرتك أنا لازم أبص للنقطة ديت، وإلا هيبقى المسألة زي ما قلت لك هو عمل روتيني خلاص، هات الولد صلح صلح صلح، ممكن أخش في قصة تانية بقى. فدي النقطة مش هنفسر خلاص، الموضوع مفهوم يعني من الباطن كده. لكن بالتالي أنا بقول يعني نفصل بين نقطتين، نقطة إن ده مطلوب ده مطلوب، ولكن هتنفذه ازاي؟ يبقى احنا كل كلامنا احنا ثلاثة دلوقتي متفقين عليه انه القرارات مش هي المشكلة، آلية تنفيذ القرارات دي والرقابة خصوصا انه ما زالت احنا بنتكلم في مش تطوير، احنا بنتكلم في اعادة هيكلة المنظومة. طيب هستأذن حضراتكم في فاصل قصير ونرجع نستكمل وش بقى في كتير من الملفات وملف البابل شيت والامتحانات. اوكي فاصل قصير ونرجع لحضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبجدد ترحيبي بدكتور محمد عبد العزيز أستاذ العلوم والتربية جامعة عين شمس، ودكتورة صابرين الحملي عضو ائتلاف أولياء أمور مصر.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه ونستكمل. خلينا ناخد ملفين كده ونشوف الوقت هيساعدنا بايه. الوزير اتكلم عن كثافه الفصول وهنتكلم برضو عن الامتحانات، يعني الملفين دول نشوف كثافة الفصول ولقى حلول أو قال حلول برضو عايزين نتكلم في آليتها، زي أنه طلبة ثانوي يدرسوا مسائي وإعدادي يدرسوا صباحي وابتدائي يروحوا مدارس إعدادي. ده هيتعمل إزاي في توزيع جغرافية؟ اتكلم كمان عن أجازة السبت إنها متحركة، يعني ممكن في إدارة تعليمية واحدة يبقى في مدرسة في أجازة سبت ومدرسة لأ، فخليني أتكلم كولية أمر مع ولية أمر، ده يدي عدالة للولاد ولا لأ؟ فنفتح الملفين دول فيما يخص كثافة الفصول. بالنسبة كثافة الفصول، هو عنده مشكلة زي ما قلنا حريف الأول، عنده مشكلة نقص عدد الفصول وفي عنده نقص في عدد المدرسين، فحاول يحلها بالشكل ده. بس أنا شايف إن الحل ده على أرض الواقع ممكن يعمل مشكلة، يعني ده مش هنقدر نشخصه إلا لما يكون على أرض الواقع، خاصة إن الكثافة دي مش في كل الأماكن، في أماكن فيها كثافة عالية وفي أماكن ما فيهاش كثافة. فعشان كده هو عمل عملية اختيار وتركها للمديريات، كل مديرية هي اللي تحل المشكلة. أنا بس عندي في مشكلة، عندي اعتراض على إن طالب ثانوي يبقى بعد الظهر وإعدادي يبقى الصبح. في إيه؟ أنا النهاردة أنت بتخلط ما بين مرحلتين خطرين جدا، مرحلة إعدادي ومرحلة ثانوي، ما هو ممكن الطلبة يلتقوا في نفس التوقيت أثناء خروج المدرسة ودخول ده. دي لابد أن يكون في آلية حاكمة، لازم أعمل فاصل زمني بين الاتنين. ده يمثل مشكلة من أي ده وقت؟ هيبقى في مشاكل كتير، مش عايز أفسر احتكاك الطلبة، لا احتكاك الطلبة يعني ده بيحصل وإحنا خارجين ده. معلش اسمح لي، هو ده مهم أيضا، بس هو بيحصل وهم خارجين مدارسهم في نفس التوقيت، بقول لحضرتك عشان مدارس جنب بعضها وبيتقابلوا ثانوي وإعدادي. معلش أنا بتكلم على مؤسسة تعليمية منوطة بتعليم الطلاب وتربيتهم، فانا محتاج لازم يبقى في فاصل حتى لازم دول يخرجوا. انا بنبه لكده، احنا بنقول راينا، فلازم اعمل فاصل زمني بين دول وبينهم، ما يبقاش ده خارج وده داخل. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا لما بحرك طالب المرحله الثانويه بخليه بعد الظهر، في نقطه مهمه جدا، انت خليته يجي بعد الظهر، طب هل انت حضرتك ضمنت ان الطالب ده هيجي المدرسه فعلا هياخد الخدمه التعليميه ولا لا؟ لسببين. النهارده لو الطالب جه ودخل المدرسة، انت بتجبره على رجوع المدرسة من خلال اعمال سنة وما الى من خلال الغياب والكلام زي كده والتهديد بالفصل او عدم دخول الامتحان وما الى ذلك. لازم تضمن لي ان الطالب اللي هيجي لك بعد الظهر ده فعلا هيلاقي المكان المناسب لوجوده وهيلاقي المعلم اللي فعلا هيقوم بتدريس له، والا هتتحول المسألة الى مشكلة. دي نقطة مهمة جدا نخلي بالنا منها كويس قوي قوي. كويس. اما مساله ان انا بعمل دي عشان اوفر اماكن، ماشي اوكي، ده هيبان على ارض الواقع. اوكي. طيب خليني استاذن حضراتكم، معانا مداخله تليفونيه. دكتوره فيكتوريا جرجس، استاذ بكليه التربيه بجامعه عين شمس. مساء الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك معانا. مساء النور يا استاذه شهيره. شهيره معلش عشان الكلام اخذني وقعد بفكر معاكم بصوت عالي شويه، ف انا بمسي على حضرتك وبمسي على الدكتور محمد والدكتوره اللي مع حضرتك، والكلام يعني مش هيخلص في قعده ولا اثنين ولا ثلاثه. طبعا هو في التأني السلامه وفي العجله الندامه. هو انا كان ليا سؤالين بس صغيرين بستفسر، يعني دلوقتي الطالب اللي انا هديله هعمل له عمليه دمج في اولى ثانوي بثلاث مواد العلميه الاساسيه اللي كنا كلنا بنطلع باساسها ونشوف الكذا، العدد الساعات زاد، طب هم هيملوا العدد الساعات مع تقليص اللي هو المنهج يعني، او هيشوفوا الضروري والاساسي والكلام ده كله. طب الطالب دوت هيجي هيمتحن اخر السنه الثلاث مواد في ليله واحده ازاي وهو ما كانش هياخد الاساسيات وبتحتاج شرح؟ لو اساسيات من غير شرح هتبقى احنا كده هنرجع تاني زي زمان. تاني حاجه، المواد اللي هم تم ابعادها من المجموع والكلام ده كله، هو انا ليه ما عملتش مواد اختياريه وكل طالب حسب حبه للماده وشغفه ويقدر يدخل فيها برضه تدخل في المجموع زي الاي جي ما بيعملوا؟ ايوه احنا كده يعني المفروض ان احنا نتأنى شويه. وبعدين يا الناس القدام اللي ربنا عملنا دورات يمكن 100 دوره مع التربيه والتعليم زمان، ولينا اساتذه والدكتور محمد يعلم ذلك وكلهم، فاحنا عايزين ليه الناس بتوع زمان ما هم ربنا اجيال وطلعت زي الفل والدنيا كانت ماشيه سليمه. هو كل يوم احدى التغيير السريع ما بيجيبش نتائجه اللي احنا عايزين نوصل لها. كنا لسه بنتكلم في سرعه التغيير. اقول لحضرتك يا استاذه شهيره، انا السنه اللي فاتت عملت اختبار لبتوع ثانويه عامه في كليه التربيه عندي في سنه اولى في ماده البيولوجي، هم قسم جيولوجي،
عملت الامتحان زي ما هم بيطلعوا بالظبط من الثانويه عامه. الولاد جابوا حاجات زي الفل كلهم. لما قلت لهم هامتحنكم بطريقتنا القديمه الاولاني سقط. الاولاني اللي جايب اعلى فول مارك سقط في الامتحان الثاني. ما عرفوش يمشوا بالاسلوب اللي احنا اتربينا بيه بالصح، ولازم يكون فيه جهد عشان والمعلم فعلا ما هو حسب ما بيتعودوا بيتعودوا على أو الوسائل الزمن، وهي بتوصل للرئيس السيسي ابو كل ده طبعا. ان المعلم اذا اخذ حقه العمليه التعليميه هتبقى زي الفل. احنا اكيد هنفتح ملف المعلم ده لانه هو احنا النهارده بصدد التغييرات دي، لكن اكيد ملف المعلم ده موضوع محتاج حلقه خاصه. انا بشكر حضرتك جدا دكتوره فيكتوريا جرجس الاستاذ بكليه التربيه بجامعه عين شمس على كل ما تفضلتي بيه، طبعا اضافت علامات استفهام للعلامات دي. انا عشان وقتي ما يجريش عايزه اقف عند لو حضرتك تردي لي على اجازه السبت ونخش بقى على الامتحانات. أجازة السبت كده مسألة مش مفهاش تكافؤ، يعني مسألة فيها غبن للبعض وفيها يعني أنا لا أنا مش مع يوم السبت خالص، يعني هيبقى في ناس بتروح السبت وناس ما بتروحش السبت، يعني أنا مش فاهمة موضوع يوم السبت. ما ده عشان كده بقول لحضرتك مش مفهمني أنا كولية أمر هو هيعمل إيه، يعني يعني ما فيش. هل أنت حضرتك هتنزل ناس السبت في إدارات وناس ثانية لأ؟ طيب ما ده هيعمل عبء برضو على ولي الامر بالظبط، وهياخد من وقت الطالب بالظبط، وفي طالب هيبقى عنده اجازه يعني طالب لا بالظبط خالص، يعني عشان ما يبقاش فيه لخبطه يعني. طيب انا قدامي اربع دقائق هقف عند موضوع الامتحانات عشان حضرتك تقولي كل اللي انت عايزاه فيما يخص البابل شيت، وان كنت انا بتحفظ كوجهه النظر الثانيه بقى على فكره الاسئله المقاليه. العالم كله لغى الحاجات دي، ما بقتش موجوده. أيوة الطالب لازم يكون عنده مهارات انه يعرف يختار من اختيارات متعدده متشابهه. ما هو مش بيختار حضرتك، ده يعني عمل عندنا حاله من الغش بقت سائده في الثلاث سنين اللي فاتوا، من اول ما عملنا البابل شيت الطالب المجتهد اتظلم بقى في قهرة عند اولياء الامور. الطالب اللي جايب 98% في الاعدادي جايب 54% من البابل شيت، وده مش علشان هو مش بيذاكر ومش مجتهد، يمكن محتاج يتدرب على البابل شيت. لا، طريقه وضع الامتحان خطا، طريقه التصحيح تصحيح خطا. حتى في المراجعه لما بروح عشان اتظلم بلاقي الاجابات مختلفه. لا، في المنظومه نفسها غلط، المنظومه نفسها مش عارفه تتعامل مع تصحيح البابل شيت. انا معاكي ان هو بره بيتعاملوا بالبابل شيت لكن احنا مش عارفين نطبقها. يبقى ده علامه استفهام تانية ان المنظومه محتاجه يعاد النظر في النظر البابل شيت او كيفيه تطبيقها. يعني انا كولية امر انا حابه نظام البوكلت يرجع تاني علشان حتى اعرف نظام الغش في الكلاس ده، لو لقيت كل الاجابات موحده يبقى الكلاس ده هو غاشش كله من بعضه. لكن انا في البابل شيت ما بعرفش اتحكم قوي في موضوع الغش ده، غير التليجرام وده تسريب الامتحان. لا طبعا احنا في ملفات اصل التعليم ملفاته مش هتخلص، سواء الغش سواء حقوق المدرس سواء كفاءه المدرس والتدريس. انا عشان امسك المنظومه لازم ابقى شايفه كل الابعاد. يبقى حضرتك علامات الاستفهام بتاعتك تخص، احنا محتاجين نطرح علامات الاستفهام دي عشان الناس تبقى معانا فيها تخص البابل شيت، تخص مش كميه المواد خالص يعني بالظبط على مدار الزمن، تخص الاليه بتاعه تنفيذ اي شيء. وحضرتك طبعا يا دكتور كل الكلام اللي قلناه بتتكلم في اليه تنفيذ هذه السياسات الجديده ممكن تتطبق ازاي على ارض الواقع وحضرتك شايف المدارس قدامك. هل حضرتك ليه التعليق على الامتحانات عشان قدامي دقيقتين؟ طبعا موضوع الامتحانات، اولا موضوع التقويم ده موضوع كبير قوي، لكن مسألة ان انا استعمل الام سي كيو كامتحان فاينل في الشهادات الكبرى دي، لا دي عملت خلل في حاجات كتير جدا جدا، ومفيش دولة في العالم منظمات يعني منظومة تعليمية ماشية بهذا الاسلوب. انا ممكن امتحن الطالب ام سي كيو في المتابعة الشهرية الكويز الحاجات اللي زي كده، لكن كامتحان فاينل لا، في مواصفات الامتحان لازم يشتمل انواع مختلفة من الاسئلة، وده حتى معمول به في النظام البريطاني وهكذا. فعشان كده أنا بأيد الدكتورة صابرين، لابد من العودة، مش امتحان مقالي، المقال ده جزء من أجزاء التقييم. أيوه، لكن في حاجة اسمها معايير وضع الامتحان عشان يكون وجهة النظر، عشان تعرف وجهة نظر الطالب مش تحصيله بالظبط. أنا بعمل تقويم بآلية معينة وفق الأهداف اللي أنا عملت عليها المحتوى الدراسي بتاعي، لكن مسألة استعمل ام سي كيو عشان خاطر امتحن به امتحان فاينل عمل مشاكل كتير في الغش والكلام اللي حضرتك عارفاه. فبالتالي لابد من احنا نراجع نفسنا تاني في مسألة التقويم دي. طيب انا كده بحط يعني ده اللي نقدر نعمله كمنبر اعلامي، ان احنا حطينا كل تساؤلات المتخصصين وتساؤلات اولياء الامور
اللي تخص المنطقه. اتفضلي. انا عايزه اقول حاجه، ان اولى ثانوي السنه اللي فاتت في المدارس الخاصه والخدميه لم يستلموا التابلت. طيب يبقى هيحصل بنناشد وزاره التربيه والتعليم بخطه لسرعه تسليم التابلت لاولى ثانوي وثانيه ثانوي اللي طالعه اللي ما استلمتش السنه اللي فاتت. احنا ده التابلت ده هيستلموا اللي لسه اللي في القرى وهل الكتب بقى بتاعت القرارات الجديده هل هي اتنفذت؟ هل يعني يحط لي على وزاره التربيه والتعليم يرد لي على اسئلتي؟ يعني وحضرتك برضه الامر يتخبط. ما هو هي المساله ان ممكن المناهج دي تنزل على التابلت وخلصت، يعني مش محتاجه التابلت. ما الخاص انا ابني خلاص ما استلمش التابلت. فانا يعني واولياء امور كتير، فعندنا في جروب اولياء امور مصر احنا بيناشدوا الوزير يستلموا التابلت. طيب احنا هنضم صوتنا لصوتك في مناشدات الوزير، احنا كمنبر اعلامي مفيش قدامنا غير ان احنا نطرح هذه التساؤلات، وانا سعيده بان احنا حطينا التساؤلات دي قدام الوزاره. انه التابلت لطلبه اولى ثانوي، الاليات اللي هيتم بيها تنفيذ الانشطه، الاليات اللي هيتم بيها تنفيذ ما يخص اعمال السنه او تقسيمه الدرجات وضمانه الرقابه علشان ما تحصلش اي مشكلات، الاليات اللي هيتم بيها توزيع الطلبه في الصبح وبالليل والمدارس، اليات الاجازه الصبح دي، ده عايزه عمليه تنظيميه بحته. يعني القرار بالذات بتاع ان انا اودي ثانوي، يعني بنتي ثانوي هتروح تجي لي الساعه 8 بالليل عشان ترجع، عشان وهل انا حضمن زي دكتور محمد مايل، انا حضمن ان هي هتاخد الكميه اللي هي عايزاها اللي هي تكفيها عن الدروس الخصوصيه؟ ما تاني يوم هتروح درس خصوصي. هنحط التساؤلات دي ويضاف عليه معلم مؤهل. يعني هو سيادته قال ان في 30,000 معلم وهياخد الساده المعاشات يستعين بيهم والخريجين. اوكي، هل هم مؤهلين لده؟ طبعا. ونضيف عليهم تساؤل الخاص بامتحان والبابل شيت ومشاكل البابل شيت وايه الاليه اللي ممكن تضمن يا اما عدم وجود البابل شيت يا اما الرقابه الكافيه على طريقه التصحيح وعلى الغش. اخر حاجه تطوير الكتاب المدرسي. طب لا ده في حلقه ثانيه. انا هطلب من حضرتك وهطلب من الدكتور ان احنا تسمحوا لي نعمل حلقه ثانيه بعد بدايه العام الدراسي وبعد ما نشوف الدنيا مشيت ازاي، نشوف بقى الفيدباك او رد الفعل على ده ايه مع الطلبه. باخد وقت من حضراتكم على الهواء دلوقتي ان احنا نعمل ده. ان شاء الله. رد الفعل من اولياء الامور ومن الطلبه ومن الوزاره، ايه التعديل اذا حصل اي موديفيكيشن، يعني هيحصل ايه، هنكمل ده ازاي، وفي نفس الوقت كمان نفتح بقى ملف حاجتين مهمين، المعلم وتطوير المعلم وحقوق المعلم والرقابه على المعلم، كل ده، وملف تطوير المناهج عشان نبقى قفلنا ما يخص منظومه التعليم. انا بشكركم جدا جدا، والتساؤلات احنا طرحناها يا ريت نلاقي ردود عليها، ده دورنا اللي نقدر نقوم بيه. بشكر جدا دكتوره صابرين الحملي عضو ائتلاف اولياء امور مصر، وبشكر جدا دكتور محمد عبد العزيز استاذ العلوم والتربيه جامعه عين شمس على كل ما تفضلتم بيه، واملين ان اولادنا يحققوا كل النجاح ويبقوا يعني جيل صالح في هذا الوقت. مشاهدينا كالعاده الوقت معاكم بيمر بسرعه والقعده وسطكم ما تشبعش منها، لكن وقتنا خلص، بكره حلقه جديده وانا اشوفكم الحد الجاي.